السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم وائل يحيى من أمريكا تشارت. وصلت القناة إلى 10,000 مشترك بفضل الله، ثم بفضل السادة المتابعين الكرام والمشاهدين الأفاضل والمشتركين الجدد المستمرين. متابعتكم حقيقي وسام شرف على القناة. شكرا عميقا من القلب على هذه الثقة التي نعتز بها كثيرا. هستغل الفيديو علشان استعرض معاكم بعض النقاط المهمة، ونبدأ بكيفية استخدام القناة بالشكل الأمثل. أولا، القناة تغطي السوق الأمريكي بشكل أساسي، و90% من الفيديوهات تغطي مؤشرات وقطاعات وأسهم وصناديق استثمار البورصة الأمريكية. الهدف الرئيسي والوحيد للقناة هو التعليم، التدريب، التطبيق والمحاكاة. تعليم التحليل الفني الكلاسيكي، التدريب على استخدام هذا التحليل الفني اليدوي على الأسهم، ثم تطبيق ذلك على أسعار حية على الرسوم البيانية على القناة، ثم تداولات ورقية ومتاجرات افتراضية من أجل محاكاة السوق واكتساب الخبرة العملية الحقيقية دون أي مخاطر. ولا يوجد أي هدف آخر غير هذا للقناة. مفيش توصيات، مفيش إدارة محافظ، مفيش جروبات خاصة تليجرام، مفيش جروبات خاصة واتساب. كل منتجاتنا أمام عينيك على القناة على يوتيوب. طيب، تستخدم القناة بالشكل الأمثل إزاي؟ أول حاجة الهوم بيج، بستعرض فيها السهم أو الفيديو أو المقطع أو المؤشر اللي أنا شايف إنه مهم جدا في الفترة الأخيرة. وعلى سبيل المثال، سهم لوسيد من حوالي 5 أيام شايف إنه سهم يستحق المراجعة والتحديث، وعلشان كده سايب الفيديو الخاص بيه لأنه بيهم قطاع عريض من المشتركين، سايبه في واجهة القناة. أحيانا ستجد بدلا منه فيديو خاص بالمؤشرات، ربما تجد بدلا منه في وقت من الأوقات فيديو زي ده الخاص بلعنة سبتمبر وما اشتهر عن سبتمبر بالخطأ إنه شهر ملعون، وهكذا. فدايما هتلاقي في الأول أهم مقطع يهمني إنك تتابعه. تاني حاجة، القسم التاني هو قسم من اختيارات اليوتيوب لك أنت من وجهة نظر اليوتيوب. ربما يكون شايف إن الفيديوهات دي أصلح ليك إنك تتابعها. طبعا أكيد هذه المقاطع تختلف عندك عني، هو اختيارات من اليوتيوب عشوائية للفيديوهات والمقاطع من القناة التي يرى إنها أنسب لك في الوقت الحالي. طبعا باختيارات اليوتيوب تختلف من شخص لآخر حسب الاستخدام على القناة. ثانيا أو ثالثا بقى، القسم الثالث هو المقاطع بالترتيب الزمني. الترتيب الزمني الأحدث ثم الأقدم ثم الأقدم ثم الأقدم وهكذا. القسم الرابع كورس بي سي آي المستوى الأول المجاني على القناة بالترجمة الإنجليزي لمن يرغب، موجود في القسم الرابع. طبعا احنا خلصنا حوالي أظن 4 حلقات، وكل حلقة تعليمية معاها حصتين تدريب، ولسه في الطريق الكثير من المنتجات التعليمية، خصوصا بعدما تجاوزنا 10,000 مشترك، فهيبقى في أمل إن الفيديوهات التعليمية تتشاف بشكل مكثف أكثر وأفضل. ثم القسم الخامس قسم النصائح. يبقى احنا كان عندنا تعليم وتدريب في قسم كورس بي سي آي، ثم قسم النصائح في بودكاست إذاعي تعليمي هدفه تقديم خبرات التداول مجانا، خبرات التداول اللي مريت بيها خلال فترة عملي الطويلة بقدمها لك مجانا. بودكاست إذاعي فقط وليس فيديو في شرح، ولكن تقديم نصائح من ذهب لمن يبدأون في مسيرتهم التحليلية الفنية سواء كمستثمرين أو كمحللين فنيين. ثم القسم أظن كده الخامس أو السادس، القسم التالي هو التطبيق على السوق الأمريكي. التطبيق فقط، تطبيق الأدوات اللي اتعلمناها سواء في الكورس بي سي آي أو في النصائح أو في التدريب،
كل ده بنستخدمه في التطبيق على السوق الأمريكي، سواء بقى قطاعات مؤشرات. هذا هنا ستجد في هذا القسم الفيديوهات بشكل متتالي فيما يخص التطبيق على السوق الأمريكي، ثم تطبيق نفس الأدوات في القسم الذي يليه على المنتجات والسلع زي الذهب والفضة والغاز الطبيعي والبترول وما شابه من منتجات وسلع عالمية مهمة. والقسم الأخير الأخبار وتأثيرها على السوق، كيف يكون من وجهة نظر التحليل الفني الكلاسيكي. فلما يكون عندنا خبر عن تسريح 10% من القوى العاملة في تسلا، هذا خبر مؤثر لازم له فيديو. التحديث الخطأ الذي أربك العالم في لحظات من شركة كراود سترايك، هذا خبر يستحق التحليل. ولعنة سبتمبر وحقيقة أم خيال تستحق التحليل، ودعم صندوق الاستثمارات العامة لجي في يستحق التحليل، وهكذا. دي الصفحة الرئيسية. عايز تروح تشوف الفيديوهات بترتيبها الزمني فقط لا غير دون تقسيم أي أقسام، ممكن تذهب إلى صفحة الفيديوز. هنا بقى هتلاقي كل حاجة على بعض بالترتيب الزمني بغض النظر عن التقسيم إلى أقسام أو أجزاء مختلفة، بالترتيب الزمني فقط كيفما تيسر دون أي كاتيجورايزيشن أو دون أي خانات. حقيقي أنا مش مهتم بالشورتس قوي، جربت أعمل شورتس يمكن 3-4 مرات، هشوف لها توظيف يخدم المشاهد. أنا مش عايز توظيف يخدمني أنا في مشاهدات، أنا عايز توظيف ينفعك أنت كمشاهد. فإلى ذلك الحين وإلى أن أجد التوظيف الأمثل هأجل شوية إنتاج المقاطع القصيرة. البودكاست كما ذكرنا موجودة، وطبعا هي بودكاست واحدة، منصة إذاعية واحدة للنصائح المقدمة من خبرات التداول المجانية. القوائم، قوائم التشغيل زي ما حضرتكم شايفين، هي نفس الأقسام التي استعرضناها في الهوم بيج، هي نفس ذات الأقسام. ثم الكوميونيتي، هنا بقى في شوية كلام. أنا بستخدم الكوميونيتي تاب علشان أفكرك بشيء من المعلومات والتلخيص، إن في فيديو نزل من شوية، ربما تكون ساعة أو ساعتين أو ثلاثة، على القناة. فإذا ما كنت مهتم بالسهم مثلا روكت لاب وفاتك الإخطار على وجهة القناة، فإلى حد ما منتدى القناة بيبقى تنويه آخر متأخر نوعا ما لذلك الفيديو الذي ربما يكون فاتك، وبيبقى فيه طبعا ملخص فني سريع إلى حد ما على منتدى القناة. ده في رأيي الشكل الأمثل لاستخدام القناة. نيجي لنقطة تانية بقى، لما يبقى سهم إلى حد ما في علامات ضعف بستخدم خلفية صفراء، لو السهم فيه علامات قوة أو يستحق المراقبة بستخدم خلفية لونها بني فاتح. لما يكون السهم إلى حد كبير حيادي وفقط مراجعة وتحديث، حتى لو كان يميل قليلا للقوة لكن مجرد متابعة أو مراجعة أو تحديث، تجد الخلفية بيضاء. أما إذا كانت حمراء فهي متاجرة افتراضية ذات مخاطرة مرتفعة، أما إذا كانت خضراء فهي متاجرة افتراضية ذات مخاطرة متوسطة أو منخفضة. أي حاجة ذات خلفية زرقاء فاعلم أنها إما تعليم أو تدريب. وأخيرا أضفت نوع جديد من الفيديوهات تحت عنوان دعم ومقاومة، نسترجع به سريعا الدعوم والمقاومات الخاصة مثلا بقطاع السيارات الكهربائية في فيديو واحد يدوب في دقيقة، أو الدعوم والمقاومات الخاصة بقطاع الرقائق الإلكترونية فيديو واحد في دقيقة لا تزيد عن دقيقة أو دقيقة تقريبا، وهكذا. نيجي لنقطة تانية، بما ان احنا اتكلمنا عن كورس PCI، الكورس ان شاء الله بعد وصولنا للعشرة الاف هنبدأ نستأنف تسجيل الحلقات فيه، لان كان خسارة ان احنا نقعد نسجل حلقات الكورس وعدد المشاهدات ضعيف، خسارة يعني. المجهود المبذول في الحلقات دي اراه انه مجهود ضخم،
فبيصعب عليا قوي ان بعد هذا المجهود الضخم ان تكون المشاهدات قليلة. يعني يبقى من سنة مسجل عقيدة التحليل الفني والمشاهدات مش مكملة 2000 مشاهدة، خسارة يعني خسارة. فان شاء الله بعد تجاوز 10,000 كما هو الحال الآن الحمد لله، ممكن نبدأ نستأنف تسجيل حلقات كورس بي سي اي بشكل اكثر مما كنا عليه في السابق. وان شاء الله مع نهاية المستوى الاول المجاني هنفتح باب الاشتراكات للمستوى الثاني والثالث، وان شاء الله الثاني والثالث فتح باب الاشتراكات فيهم مع بعض، لانهم هيبقوا اصلا يقدموا مع بعض لمن يرغب. واكيد وقتها هتلاقيني متفاعل اكثر بشكل اقوى على الواتساب، لان ساعتها ساتلقى طلبات الاشتراكات في انواع الكورسات المقدمه لدينا، واهمها بي سي اي الجزء الثاني والثالث. وأخيرا التنويه الذي ذكرته في أول الفيديو وأكرره تاني، لا يوجد توصيات ولا إدارة محافظ ولا أي جروبات خاصة لذلك. وختاما شكرا جزيلا من القلب، خصوصا لكل من قدم لنا الدعم، سواء بإعجاب أو لايك للفيديو أو نشر الفيديو أو سوبر ثانكس على القناة أو اشتراك ومتابعة. 1,000,000,000 شكر ليكم، وعقبال يا رب بدعمكم نوصل إلى 25,000 مشترك المحطة القادمة إن شاء الله. دمتم بكل خير، ونكون عند حسن ظنكم باستمرار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.